انا راجل ومعايا ست ستات. راجل ست ستات ما انا راجل ومعايا ست ستات. واو، ده ايه ده كله؟ ده ايه النشاط ده كله؟ يمكن صعبنا عليها وقالت تساعدنا شويه. صعبنا عليها؟ ده ما صعبش عليها كافر يا حبيبتي، اذا كان ده نهوه ما صعبش عليها. دول يا حبيبتي عيله واطيه، دول قطعوا. بتقولي ايه منك ليها؟ انا ما حدش بيقول اي حاجه يا حبيبتي، ده انا لسه بقول لنجله قد ايه انت نشيطه النهارده، وحقيقي يعني انا مش عارفه اقول لك ايه، انك تسيبي دراستك وتقعدي في البيت مخصوص علشان تنظفي البيت بدلنا، ده انت بجد كلك ذوق 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 ذوق. بقى انت كنت بتقولي عليا ان انا كلي ذوق ذوق ذوق. وانا بجيب كلام من عندي حبيبتي؟ ده انت حتى امرايا ولسانك بينقط سكر يا سكر. ما انا عارفه ان لساني بينقط سكر، مش جديد عليا، دي صفاتي الطبيعيه. المهم انا عايزه اقول لكم حاجه، في ناس مهمين جايين النهارده ومهمين قوي 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 قوي، يعني بالمختصر المفيد كده، قله ادب، طوله لسان، اباحه، اخلاق واطيه، تصرفات قذره، اللي هو العادي بتاعكم في البيت يعني، ما تعملوهوش، وقد اعذر من انذر. ايه ده ايه ده ايه ده؟ بتقولي ايه انت؟ لسه بشكر فيكي دلوقتي. ايه ده؟ تشكري فيا يعني؟ اضفتيلي؟ ده العادي بتاعي يا ماما. وانت يا بت انت لو اتفرجي على التلفزيون والكليبات العبيطه بتتفرجي عليها دي، اللي من جوه نفسك نفسك تعملي زيهم بس مش قادره، تقعدي انت وامك بادبكم. لا بقى احنا نقعد مرتاح، ما احنا عايزين نقعد بقى. لمي نفسك يا مجيده. بقول لك ايه يعني انت بادب؟ انت ازاي ما بتسمعيش كلام انتي؟ ايه يا ماما اللي بتقوليه ده؟ يا حبيبتي بعدي عن الشر وغني له، دول فيري لو كلاس. انا جيت. واو واو واو، مش معقول. ايه ده؟ ايه الشياكه والالماظه واللميع اللي انتي فيه ده؟ عجبك؟ عجبني بس، ده يتجنن، ده طير لي دماغي. ده ايه ده؟ ايه الالماظه دي؟ والعقد المقلمص ده؟ والحلق المقلمص ده؟ الا ده انت المص، امال فين عبد الحمولي؟ سبته في الدنيا. بقول لك ايه بقى، انا عايزه اعرف مين بقى اللي انت متشيكاله ولابساله اللميع ده كله؟ ده ابن اختي، عايش بقاله 15 سنه في ايطاليا. 15 سنه؟ تتصوري؟ وعلى كده بقى بيشتغل ايه؟ بيغسل صحون؟ اخرسي يا ليلة القعده بصحون. ده ايه ده؟ اشهر واحد في ايطاليا. ده انت تنزلي بس من سلم الطياره وتاخدي نفسك كده تلاقي الناس كلها بتقول مصطفى مصطفى مصطفى، أهم واحد في إيطاليا. ليه يا دولة؟ هو لقى أثارات في إيطاليا ولا إيه؟ أثارات يا ابني اللي لقيها في إيطاليا، الأثارات دي في الأقصر بس. المهم يعني إن هو الواد حرك وخفيف وبتاع علاقات. زي يعني كده بالظبط؟ أيوه بالظبط، باستثناء إن هو مش غبي ومش حمار، ويعني عارف شكله بني ادم عادي يعني. ايوه يعني ما بعدناش كتير. لا يا ابني ده احنا بعدنا خالص، ده في بينك وبينه بحار ومحيطات. المهم ان هو جاي تهب بيقعد يومين، على الله بس يعدوا اليومين دول على خير. اه دولا، انا افتكر دولا ان الواد ده كان مستنصدك وانت صغير، صح؟ اه صح، كان مستنصدني فعلا. المشكله بقى كمان لما بيتجمع هو وسناء الاثنين بيعملوا رباطيه عليا. خلاص يا دولا محلوله، خد ابن عمك حبيبك في صفك
واللي تنقلبه لعبه. انا يا ابني لو خدتك معايا كاني بضرب نفسي بالجزمه بالظبط. كده بس يا دوله. المهم انت صاحي النهارده يعني فايق ونشيط، ايه الحكايه؟ بالعكس انا صاحي مكتئب وجعان. انا الاكل ده جايبه مخصوص علشاني، انا جايب سندوتشات فول وطعميه. انت بتاكل فول وطعميه؟ انا باكل اي حاجه دوله. خلاص اما اجيب سندوتشات اي حاجه بادي لك. المهم بقى انت مكتئب ليه؟ ابدا يا عم، صحيت الصبح يعني قلت استحمى واضرب مشط في شعري كده، ما تتخيلش يا دوله لقيت ايه. لقيت حاجه مقرفه عايز تقرفني بيها عشان تاخد الاكل برضه. لا يا دوله، لقيت شعره بيضة. ساعتها وقفت قدام نفسي دقيقة حداد. دقيقة حداد؟ حسيت انك مت ولا ايه؟ لا يا دولة بتكلم بجد، ولقيت نفسي بقول لنفسي انا ايه اللي انا حققته؟ ايه انجازاتي؟ خايف يا دولة لا قطر العمر يعدي بيا ويجرش. انا نفسي قطر العمر ده مش يعدي بيك بقى، يعدي فوقيك وما يجرش. يفضل رايح جاي رايح جاي لغايه اما يبان لك صاحب. ماشي اضحك يا دوله، بس انا بقى على فكره انا حاسس يعني ان انا لسه قدامي فرصه ان ابقى كويس. انا خلاص يا دوله حلم حياتي من وانا صغنن خلاص قررت ان احققه. يا سلام، انت يعني اما قرر انك انت تحقق حلم حياتك خلاص هيتحقق؟ فيش كلام يا دوله. انت عارف انا في واحده يعني بحبها وبموت فيها، بس ما اقولكش يا دوله ايه، شلاليت حنان متدفقة. انهر اسوع التعبير، شلاليت حنان متدفقة؟ مين دي؟ لا ما اقولكش بقى، دي سمعة بنات كلمة تتنطور كده ولا كده يعني. تعالى تتنطور كده. كده لا مالكش دعوة هنا خالص. مهم يعني مين هي يعني؟ انت فاكر ان انت لو قلتلي هروح اقول لاخوها مثلا؟ لا اوعى يا دولة اوعى، يعني هو بصراحة هو ده يعني العقبة الوحيدة اللي في حياتي، مش عارف اخلص منه ازاي. لا ما تقلقش انت هتخلص عليه يعني قريب باذن الله. ودي عرفت منين يعني انها بتحبك او بتميل ليك مثلا؟ بتعشقني يا دولة. يعني عندك مثلا يا دولة لما بتهزقني ما اقولكش انا بصعب عليها قد ايه، ولا لما مثلا ارمي عليها السلام ما تردش وتقفلني. المسكينة المسكينة بتقفل على روحها تلات ايام مثلا وتقعد تسح تسح. ده ايه الحب ده يا لا؟ طب ما دام لقيت واحدة بتحبك لدرجة انها لما بتهزقك بتصعب عليها، ما تتجوزها؟ انا مستني بس اللحظة المناسبة تقول يعني. لحظة المناسبة. اي ايوه. بطيخ اللي عايز يسمم بيه؟ معلش يا دوله خليك انت الكبير برضو، انا اسمع ان مفيش بطيخ في ايطاليا. انت مالك انت؟ دي حاجات عائليه بتتكلم فيها ليه؟ بص نظف البازار، نظف البازار. ايوه حاضر، هجيب بطيخ. ولا جاتك ايه يا مصطفى؟ رحت وجيت ورجعت زي ما انت فقري. لا ما انا اختنيت وستفت العمله. بس المهم ايه يا خالتي، هو انتوا ما جبتوش تمويل الشهر ده ولا ايه؟ يوه يقطعني، فرحتي بيك نسيتني اقول لك تشرب ايه. طب وحياتك عاوز واحد تموين تقيل شويه. من عينيا ثواني. لا على الاقل من مهلك في التأني السلامه، خدي بالك من السلمه المكسور. سربتها لك. ايوه عليك يا مصطفى، نفس حركاتك وتنحتك بتاعت زمان ما اتغيرتش. انا ما غيرتش التنحه ابدا بتاعتي. لو بقولها على التمويل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة. ما تتفضلي معانا. لا معلش اصل عندي مذاكرة جوه. طب خشي ذاكري، الاجتهاد حلو برضو، العلام سلاح في يد المرأة. تحب اجي اراجع لك؟ ايه ما كنت براجع لك احياء في ثانوي. فاكر لما سقطت فيها وطلعت بالمادة؟ فاكرة يا بت لما كنا بتزوغ ونروح سينما علي بابا في حفلة عشرة؟ وانت فاكر لما كنت بدفع لك التذكرة عشان معكش فلوس؟ قلبك اسود. فاكرة قبضة الهلالي؟ ولا افواه وأدارب؟ ولا ليلة القبض على بطة؟ قول لي كل الافلام اللي اتفرجنا عليها يا مصطفى. كانت ايام. ايوه كانت ايام. فاكر انت بقى لما ابوك قفشك وانت بتشرب سجاير وقفش العلبة في جيبك ونسل عليك خرطوم الحمام؟ لا مش فاكر. فاكر امك لما قفشتك وانت بتعاكس بنت الجيران ونسلت عليك الشبشب ابو وردة؟ قلت لك لا مش فاكر. فاكر صحابك لما قفشوك في بير السلم ومسكوا عليك كل الحزمه الجلد ونزلوا فيك ضرب ضرب ضرب؟ قلت لك مش فاكر. Thank you.
تسلم ايديك يا خالتي، عليكي طشة ملوخية ولا في تذكرة داوود، بتجري الدم بصحيح. بالهنا والشفا يا روح خالتك. قاعد دول ما بتاكلش ليه؟ في حد سدد نفسك؟ لا يا عم بالعكس، ده انا نفسي مفتوحة قوي. انا بس عشان رانيا مراتي وياسمين بنتي في رحلة يعني، فتلاقي حتى معدتي قفشة كده. المهم يعني انت بقى ناوي تكمل هنا في مصر بقى على طول ولا هترجع تاني ايطاليا؟ لا اكمل ايه؟ بص انا احب ابقى خفيف خفيف، طائر هدهد يطير ويرفرف. يطير ويرفرف؟ والنبي ده شكل طائر هدهد. انت لو طائر هدهد هشتري بندقية رش مخصوص ونشك. المهم يعني فعلا بتفكر انك انت ترجع ايطاليا؟ ده كويس قوي على فكره بجد، لان انت يعني فعلا مثال للشباب المجاهد، انت مثل حي وقدوه للشباب اللي عايزين يفشلوا. طبعا تحب لي الخير انت عدلون. يعني هتسافر تاني يا مصطفى؟ وانا ليا مين هنا؟ الحاجه واتكلت خلاص متشكرين. خد يا روح خالتك الصدر ده، انا مفصصه لك بايديا. تسلم ايديك يا طنط. المهم يا انكل مصطفى، طنط انعام حكت لنا كتير قوي عن مغامراتك في ايطاليا. يا حبيبتي دي حكايات تتقال على الربابه، احكي لهم يا ابن اختي. عينيا، مع اني ما بحبش امدح في نفسي كتير. مغامره الهدهد اللي بيطير ده، ده كان بمناسبه ايه يعني؟ انفلونزا الطيور؟ يحكي لنا عن ايه؟ 15 سنه يا واطي قاعد في ايطاليا ما عتبتش مصر غير عشان تيجي تاخد عز امك اللي هي خالتي. بس والله ما رحته عن بالي، وتراب وعفار الوطن ما فاتونيش لحظة. يا نهار اسوح، 15 سنة تراب وعفار الوطن ما استحمتش في إيطاليا؟ كل ما بي خلاص أقطع التذكرة وهسافر خلاص، ألاقي هاتف يجي يقول لي لسه ما أنش أوان السفر، فارجع وأقعد على الدكة تاني. ترجع تقعد على الدكة؟ ده كان شغال بواب في إيطاليا 15 سنة بواب. نعم قالت لي إن أنت بتشتغل مدير بنك. أمال، ده أنا كنت مسؤول عن أكبر بنك في إيطاليا. حاكم الجماعة الطلاينة دول كان ليهم نظرة في العبد لله، فاستأمنوني سيكيورتي. ما سيكيورتي يعني بواب بالطلياني معروفة يعني. ضابط أمن على أكبر بنك فيك يا إيطاليا، ولما أثبتت كفاءة سبت الدكة وطلعت فوق في المكيف. يعني شغال بتاع تكييف. اتفضل يا ابن اختي. الله الله الله، دي لعبه لعب السنين، عصير فريش في كاسات. فين ايام ناعه العرقسوس خميس وجمعه؟ ولا اكياس التمر ام نص؟ فاكره يا بنت لما كانوا بيبعتوكي عشان تشتري التلج في رمضان، وكنت تتلكعي عشان تلعبي مع الصبيان وتضربي مدفع الترمسه؟ دارس. ازيك يا دوله؟ وحش، ما وحشتكش ولا ايه يا دوله؟ لا يا عم وحشتني ازاي يعني؟ وحشتني جدا، ده انا يعني عارف حاسس انك وحشتني بغباوه، مش عارف انا كنت عايش ازاي من غيرك صراحه يعني. يعني مفيش حاجه كده ولا كده؟ لا نهائي كده ولا كده، انت ابن خالتي عادي يعني. ولا عشان بقول لك يا دوله ويا دلدول يعني؟ لا لا، طب ما انا بقول لك يا دلدول عادي. دولة حبيبي دولة. عايز ايه؟ ايه يا دولة؟ افتح يا عم، احنا مش خلاص اتفقنا يا دولة؟ ها؟ انا وابن عمي على الغريب. طيب هو مش غريب، هو ابن خالتي يعني، ما تشدش عليه جامد. ايوه هو غريب. طيب تعال معايا، هو اللي في النص. ابو نضارة؟ ايوه، ما هو التانيين دول ستات. بقول لك هو. أيوة. ركز معايا. خليك بطبيعتك يعني. عادي. مساء الخير، ازيك يا طنط؟ ازيك يا سناء؟ ازيك يا رمزي؟ مين الاخ؟ ازيك يا رمزي، انت مش فاكرني؟ حضرتك بتكلمني انا ولا ايه؟ مش فاكرني بجد يالا رمزي؟ ايه اللي يالا يا رمزي؟ رمزي ايه؟ اهو مش فاكرك يا عم، وبعدين مين اللي سامحك اصلا تقول رمزي رمزي على لسانك؟ مين ده وعايز ايه اصلا ده؟ يا رمزي انت مش فاكرني يالا بجد؟ انا مصطفى ياد. ايه اللي مصطفى ياد؟ مصطفى مش عارف حد بالاسم بالبدايه خالص. انا ياد مصطفى اللي كنت بضربك على قفاك. كانت ايام. يا نهار ابيض يا مصطفى، فاكر لما كنت بتلسعه على قفاه طخ كانك شطيت قروصه كبريت في قفاه؟ لا لا، ايه ايه الكلام اللي انت بتقوله؟ ايه الكلام ده؟ اولا رمزي عمره ما اتضرب على قفاه. انت عمرك اتضربت على قفاك؟ على طول. ما اتضربش على قفاه.
خالص. وبعدين تاكل وانت ناقص اكل، ده انت واكل نص الترابيزه كلها. يبقى انت لسه شايل مني. يا عم مش شايل منك ولا حاجه يا عم. يا عادل بطلوا بقى تبقوا نقر ونقير كده زي زمان، انتوا لسه فوق روس بعض. وانت مش شايفه انا سناء عمال بيقول لي ايه؟ عادل تعالى انا عاوزاك. حاضر يا ماما. ولا رمزي خلي بالك يالا، ها ما تفوتلوش يعني. بص خليك رخ يعني، خليك بطبيعتك، خليك بطبيعتك. مؤاخذه بص بيكعبلني ازاي. ايه عادل اللي انت بتعمله مع مصطفى ده؟ انت عاوز تطفشه؟ يا ماما اطفشه ليه؟ انا بعرف اتعامل معاه من زمان، او ما تقلقيش انت يا ماما. الراجل جاي وشاري، لازم نكبره ونديله مقامه. نديله مقامه واعمل له ايه يعني؟ اعمل له سبيل ميه تحت في الشارع مثلا؟ يا عادل دي اخر فرصه لجواز اختك المسكينه، مش قادره انطقها. طب يا ماما يعني انا قصرت في ايه؟ يعني هل هو طلبها وانا قصرت؟ واحنا هنستنى لما يطلبها؟ دلوقتي الرجاله ما بيتجوزوش، احنا اللي بنتجوزهم. يا ماما معلش يا ماما، انا مش عايز ارخص سناء اكتر من كده. وبعدين هما الاثنين ظروفهم زي بعض، اذا كانت هي اتجوزت واتطلقت فهو برضو تهبب اتجوز واتطلق. طب ممكن تديله ريق حلو؟ حاضر يا ماما. ماما انا خارجه وهتاخر شويه، ما انت عارفه النهارده خطوبه ابتسام صاحبتي. هترجعي لوحدك؟ لا ما هو مصطفى لما عرف ان انا هتاخر قال ان هو لازم هيفوت عليا ويوصلني، اصله ما عندوش ثقه في سواقين التاكسي. دي تلاكيك وشهامه انا عارفاها. يو يا ماما ما سبق وقلت لك اني بحس ان مصطفى زي اخويا. يو يا سناء ما سبق وقلت لك انك زي اخته. يو يا ماما انا ماشيه بقى. مع السلامه يا روح ماما يا رب. مساء الخير يا فندم، تشربوا ايه؟ تشربي ايه؟ اي حاجه. هات لنا ليمون. الليمون يا فندم؟ اتنين ليمون. حاكم الليمون ده بيريح الكلام ويمشي عضله اللسان ويفك شفره الحنجره. شكلك اتبسطت قوي النهارده في حفله الخطوبه بتاعت ابتسام. انت عارفاني بحب جو الخطوبات وطقس قرايه الفاتحه والشغل ده يعني. اللي يشوف كده يعني يقول انك مقطع نفسك جواز. مقطع ايه بس ومنيل ايه؟ انا عاوز واحده تفهمني وتفهمني، ترعاني وترعاني، بس الاقيها فين؟ موجوده، قصدي موجود يعني. دور عليه تلقاه، يلي عينيك شايفاه وبرضه بيت دور. يعني اتجرأ واتكلم؟ هتسكت لامتى؟ اخاف اترفض. مين دي اللي تجرؤ ترفضك يا مصطفى؟ يعني انت شايفه فيا اني كفاءه؟ انت كده اخلص يعني؟ خير الجواز عاجله. انا بقول استنى شويه. هو في حاجه في الزمن ده بتقعد؟ ابو جنيه بكره باتنين جنيه. سناء انا ها انا ها انا ها انا عاوز اتجوز نشوة بنت خالت العروسة. ايه يا سناء؟ ايه يا سناء؟ على الله تكون اتبسطوا. عادي يعني. ازيك يا خالتي؟ ازيك انت يا حبيبي؟ درش يبقى انت شكلك كده بقى لسه شايل مني. انا؟ لا لا خالص، انا فور الحموله بدري بدري. يا سلام، انت طيب قوي ما شاء الله، يعني دي احسن صفه فيك. انت كلك صفات جميله بس دي احسن صفه فيك. امال سناء فين؟ ما تخش تشوف. فعلا لازم اخش اشوفها. طيب دقيقه واحده واجي لك على طول. درش اوعى تمشي، هنتعشى مع بعض. سناء سناء عمال يا ستي اجر لك ناعم معاه اهو، عشان بس تعرفي انت خاطرك عندنا قد ايه. طب وتعب نفسك معاه ليه؟ هو كان طلب منك حاجه؟ من غير ما يطلب يا سناء، انت اختي حبيبتي يعني عادي جدا ان انا جامله عشانك يعني. طب ريح نفسك بقى يا عادل ووفر مجهودك، هيتجوز واحدة تانية يا عادل. وسايباني أجر نعم معاه من الصبح. ماشي دي فرصتي. إن ما فرجتك يا مصطفى. مصطفى! مصطفى! يا مصطفى! مصطفى! هو فين يا ماما؟
هو مين يا حبيبي؟ زفت الطين مصطفى ده. مشي طيرته بكره، لا لحقنا نبلي شربات ولا نزغرط زغروط. يا ماما وانت سبتيه يمشي لي بس يا ماما. معلش يا حبيبي، روح طيب خاطر اختك بكلمتين. حاضر. ايه جميل زعلان ليه؟ بالعكس والله، انت مفروض تحمدي ربنا انه خلصك من مصطفى ده. ده واد فاشل، ولا بتاع جواز ولا بتاع شغل ولا نجح في شغله، وانا حاسس ان هو كان الفتره دي كلها في ايطاليا محبوس عادي يعني. يا سناء تفقديش الامل، امال اكيد هيجي لك عريس يا ماما. خلاص بقى. ايه في ايدي ده؟ انت عارف ان انا لو قلت يا جواز السما دي هتمطر عريس ثاني عادي، بس من غير مصطفى ده. ولا مصطفى ولا غيره، ولا حد بيعبرك اصلا. بس ايه، مش فايقانه كده دلوقتي بقى. خلاص بقى، مش عايزه اهزر. دمك تقيل بقى.